استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من أعضاء برلمان الطلائع والشباب، حيث شاهدوا المرافق والمنشآت الأكاديمية التدريبية والتعليمية وجانبا من تدريبات طلاب كلية الشرطة. تأتي تلك الزيارات في إطار حرص الأكاديمية على تحقيق التواصل مع فئة المجتمع كافة. أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها لكافة فئات المجتمع ليتعرفوا على دورها في إعداد رجال الشرطة. من هذا المنطلق استقبلت الأكاديمية أعضاء برنامج برلمان الطلائع والشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة. قرابة 200 شاب وفتاة يمثلون 18 محافظة نظمت لهم الأكاديمية يوما كاملا بنظام التعايش، في تأكيد على أواصر الود والتلاحم بين شباب الوطن كقوة واحدة في مواجهة الأخطار. احتكاكهم بطلاب أكاديمية الشرطة بيدي نوع من أنواع الانتماء والولاء للوطن. لازم شبابنا يعرف من بداية ما هو دخل الكلية الطالب ده بيحصل فيه إيه عشان يوصل إن هو يبقى ضابط يقدر يحمي بلده. عرفني الشرطة المصرية ومكانتها وعظمتها. وللتعرف على دور الأكاديمية في إعداد ضابط شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة والتدريب قادر على مواجهة التحديات والمستجدات، شاهد الشباب وخلال جولة تفقدية في محراب الأكاديمية إمكاناتها اللوجستية والتعليمية والتدريبية من خلال مشاهدة عروض للطلبة في القوة البدنية والدفاع عن النفس والكفاءة القتالية والرماية بالأسلحة، فضلاً عن ميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي، إمكانات أبهرت الحضور وأثنوا عليها. شفت تدريبات صعبة وقاسية، بس هي بتطلع أسود قادرة أنها تحمينا وتدافع عن بلدنا. بيقدموا كمية مجهود عظيم وكمية مجهود وتدريبات كبيرة قوي وكتيرة جداً. الطلبة زمايلنا هنا في كلية الشرطة بيقدموها علشان خاطر بكرة وبعد ويقدروا لما ييجوا يطلعوا يستوعبوا أو يبقوا جاهزين هم مؤهلين لأن هم يواجهوا الحياة العملية اللي برة. يوم ممتع جدا، جينا تعرفنا عن حاجات ما كناش نعرفها عن الشرطة، تدريبات، قعدنا اتفرجنا على الشرطة، تاريخ إنشاء الشرطة، أول كلية شرطة يعني تعمل في مصر. أكاديمية الشرطة هي حلم عظيم لكل شاب مصري أنهى الثانوية العامة أو أنهى درجة البكالوريوس عشان يلتحق بالصرح العظيم دوت بحيث أنه يتعلم وينضم إلى رجال الداخلية. وقد حرصت الأكاديمية على تنظيم عروض مميزة لكتائب الخيالة، فضلاً عن الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والحاضرة بفاعلية وقوة في مأموريات مكافحة المخدرات. حاجات كتير قوي مختفية عن الشباب لنتيجة اللي هم بيشوفوا المظهر الخارجي بس، لكن ما بيشوفوش المنظر الداخلي، ما بيشوفوش الإعداد الداخلي لرجل الشرطة إزاي بيتم، إزاي إعداد رجل قانون ورجل شرطة، إزاي اللي هم من خلالهم يقدروا يكافحوا فساد، ينزلوا مصالح جريمة، يقدروا يكافحوا إرهاب. كل الكلام ده محدش يعرفه غير اللي زار الأكاديمية فعلا. تجربة وخبرة كبيرة جدا لنا نحن نكتسبها النهاردة بحيث أننا نشوف أبطالنا وإخواتنا في كلية الشرطة وبنشوف هم قد إيه بيعانوا علشان يحافظوا على الوطن ويحموا الوطن. وأشاد الحضور بالجهود المبذولة في إعداد وتأهيل ضباط الشرطة وبالفرصة التي أتاحتها لهم وزارة الداخلية لزيارة هذا الصرح الأمني المتميز إسهاماً منها في تعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل وتعميق روح الانتماء لديهم. أنا شرف ليا أن أكون موجودة في صرح عظيم لأكاديمية الشرطة وأشوف الأبطال اللي بيتعاملوا عندنا في أرض الواقع في سينا سواء الشمال أو الجنوب، وأشوف النهاردة تدريباتهم وأعيش معهم اليوم بالكامل. لأ ده فخر كبير ليا. بيتيح لك فرصه زي دي انك تدخل مكان زي ده ويكون لك دور او تواصل مع الناس الموجوده دي، فده فخر لاي حد اصلا. تظل اكاديميه الشرطه صرحا تعليميا وتدريبيا امنيا متميزا ومتفردا اقليميا ودوليا بامكاناته التعليميه واللوجستيه، يفخر الجميع بالانتماء لها، كما تحرص على استقبال الشباب ليشاهدوا امكاناتها ودورها في اعداد رجال الشرطه ودعم القيم الانسانيه. زيارات متتالية لكافة الفئات وبخاصة الشباب لأكاديمية الشرطة، الهدف التعرف على مرافق الأكاديمية وكيفية إعدادها لرجل الشرطة بحيث يصبح قادراً على مواجهة التحديات الأمنية
ويندرج ذلك تحت الدور الإنساني والاجتماعي للأكاديمية الهادف إلى تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.